معنا السي سعد الصديقي ذكرنا بكثير من الايام الزمن الجميل، ومن بين هذه الايام الزمن الجميل نهائي دوري ابطال افريقيا بين مولوديه وهران والرجاء البيضاوي. سي سعيد واش كتذكر معايا هذه المقابله؟ هذه المقابله ما كتنساش، هذه مقابله اللي كتبقى الذاكره ديال جميع الجمهور الرجاوي خصوصا المغاربه عامه. كانت مقابله اول لقب افريقي لفريق الرجاء البيضاوي، كانت جميله جدا، كتردنا للوراء هذاك الجيل الذهبي ديال الرجاء اللي حصل على اول لقب بعد اول لقب ديال البطوله، كانت بطوله ديال كاس افريقيا في حلتها القديمه. كنظن بان الجمهور الراوي الجمهور الرجاوي عانى كثيرا في مقابلة الاياب في وهران، ولكن كان دائما نصر حليف الرجاويين، وكنا جبنا الكاس بمعاناه من مدينه وهران. وكانوا نجوم كبار في شخص السي سعيد اللي هو معنا في بروكسل، كذلك لاعبين مثل الحارس سعيد، ربما ذكرني في الاسم. مقابلة الاياب ديال الفينال ديال كاس افريقيا لفرق البطلة، كان الحارس هذاك هو المرحوم حسن مندون. لكن مقابل ديال الدار البيضاء كان سعيد عيد صالح، الحارس العملاق والدولي. ولكن مقابل الاياب ارتاح سعدان المدرب المقتدر، لانه وان شاء الله كانوا المقابله تكون التعادل، كنا نلعبوا الضربه الترجيحيه، وكان حسن مندون حارس كيعرف يتصدى الضربة الترجيحية، لقاش كان هو من قبل كان حارس ديال فريق كرة اليد ديال البنك الشعبي سا، علاش سعدان ارتاح باش يدخل في هذيك المقابلة حارس من دونه، وكان خير زعما سلف الصديق ديالو عيد صالح وشد لينا ضربة الجزاء باش كان الفوز حليف ديالنا. إذن هذا كما قلنا يعني كنتذكروا الزمن الجميل، كانوا لاعبين كبار كعلي بن حليمه، كان اللاعب الكبير الخضر باللومي، وعدد كبير من اللاعبين الدوليين الجزائريين والمغاربه. سي سعد كونك يعني خبير في كره القدم المغربيه، هذا نسميوك خبير؟ لا لا لا، تجيني تسميك كما كان صغير كبير عليا بزاف، خبير كونك انك مدرب ودربتي تبارك الله عليك فرق وطنيه كبيره، يعني الاختيار شفنا يعني اتحاد طنجه جابوا المدرب عبد الحق بن الشيخه اللي كان في الرجاء البيضاوي، هل كان المكتب المسير في الاختيار ديالو كان صعيب ام لا؟ وهذا هذه شؤون داخليه ديال الفريق بوغاز. اولا المناسبه عبر المنبر ديالكم وقار كنهنيو فريق الطنجاوي الصعود، هو رجع للمحل ديالو، لقاش مدينه طنجه مدينه جميله، ثاني مدينه اقتصاديه في المغرب. كنظن بان الرجوع هذا عادي، ما تيبانش ليا فيه بانه في 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 مفاجات، ولكن الاستمراريه في القسم الاول هو لا يكون المشكل الرئيسي. كنظن بان على جميع الفعاليات ديال المدينه فيهم محبين منخرطين نواب جماعيين سميتو جمعويين، يعني جميع اللي كيغير على مدينه طنجه لو خصو يشارك في هذا المشروع ديال ما نقولش البقاء. الا قلنا فريق طنجه يلعب على المانتيا غيكون نكونوا كنسخروه بانه باش يدير لاسانسور. كنظن بان طنجه جابوا مدرب مقتدر شخص عبد الحق بن شيخه اللي يعني هو غني عن كل تعريف، فاز بلقب كاس العرش للدفاع الحسن جديد اللي اول مره في التاريخ يفوز فريق الدكالي بكاس العرش، كاس الثمينه لعز جميع المغاربه. كنظن بان راه ماشي اللاعب اللي كيدير الفريق، اللاعبين وحسن الاختيار ديال هذاك التشكيله النموذجيه. كنظن بانهم خص جميع الناس ديال طنجه تشارك في الاستمرار، ما كنقولش البقاء، الا قلت البقاء تنكون بانه كنحطم
تيعطل جو لكن حاشاو تمكن لان طنجة خصها تلعب على الادوار الطلعية، خصها تلعب ماشي تلعب باش تصوفي ولا باش هذا باش ما يبقاش اليوم هذاك المشكل ديال لاسانسور. كتعرف كاين فريق الى عاوتاني طاح غيلقى مشاكل. كنطلب من المسؤولين باش ايفيتيو هذوك الصراعات الخاوية، الصراعات الداخلية خصهم يوحدوا الكلمة باش طنجة تبصم على موسم جيد. وعندهم حتى الانتدابات اللي داروا، كنظن بان بن شيخه عرف الكره المغربيه شنو هي كتصبا، وعرف اللاعب اللي خصو يجي لطنجه باش يجي باش يلعب ماشي باش يدير التوريزم، لاخاطش طنجه الفريق يستحق يطول في الخطوط الاول. سي سعيد ابن الرجاء البيضاوي، الرجاء شفنا عيان هذه السنه هذه، ما هو السبب؟ لكل فرس كبوه. كنظن بان الرجاء الا قلنا كانت عيانه راه نشوفوا لي ديبار ديال اللاعبين اللي مشاوها، ما نخرج بان تولي الراقي الصالحي او ما فورم بعد ذيك الوعكه اللي وقعت لي بالمعلم تاهو مشى مي سيزون، يعني لاعبين اللي هذا وتا الريكروتمون ديال اللاعبين اللي جاو ما كانوش في المستوى ديال هذاك الثقه اللي دار فيهم المكتب ولا المنخرطين. كنظن بان هذه كرة القدم راه كاين فرق عالمية دار ريكروتمون وما نجحوش. كنظن بان على الرجاء باش تستافد من الدرس، تستافد منه جيدا باش يبصموا على موسم يجيبوا لاعبين اللي يكونوا احسن من اللاعبين اللي كاينين. كتجيب لاعب هو عندك احسن منه لاعب في الاسبوار ولا لاعب في فئات الفئة العمرية من قراب لي سينيور، كنظن بانه هذا عيب. ولكن على المسؤولين دائما باستشارة التقنيين في الانتدابات، كنظن راه الانتدابات كيديرهم للتكنيسيان ما كيديرهمش للديريكتور سوسيتي ولا هذا بونكي ولا هذا فارماسي. انا ريكروتمون كيديروها الناس المسؤولين على الاداره التقنيه، وهما كيخليهم يتحملوا مسؤوليتهم باش 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 يعرفوا بان راه اللاعبين مسؤوليه الاداره التقنيه. هذا هو اللي كنطلب من المسؤول اللي يكون مسؤول على الاداره التقنيه كما كانت سميتو الرجاء. كتعرف الرجاء هنا خرجنا نخدموا بعد ما اضطرنا جميع الفئات العمريه في الرجاء، راه من 94 حتى 2009 راه ما سهلاش، راه عمر ديال الشاب. دابا كنطلب من الناس اللي عندهم المسؤوليه ديال التكوين باش يكونوا ويردوا الهيبه لهذوك هذيك الفئه العمريه اللي طالعه قريبه لي سيسبوار باش يعطيو باش يعاوتاني يشحنوا ذوك البطاريات باش الرجاء ثاني تشد لي رايه. ونتمنى من الله باش يبصموا على موسم جيد ان شاء الله. سعد صديقي، الكلمة الأخيرة من قلب العاصمة الأوروبية القلب النابض بروكسل، أين توجد رفقة زملاء القدامي الرجاء البيضاوي، شو الكلمة ديالك الأخيرة للجمهور المغربي والجمهور الرجاوي؟ أولا بالنسبة لهاد الانفيتاسيون ديال الإخوان المغاربة البلجيكيين هي شي ما جديدش عليهم. كنعرف بان الجاليه المغربيه اللي هنا كتحضر في بروكسل اون جينيرال بلجيكا هي محبه لكره القدم شغوفه باش تشوف لاعبين زدوا خدمات للكره المغربيه. وكنظن بان اولا كنبارك لهم هذا الشهر المبارك، الله يرفع لهم الصحه والسلامه وطول عمرهم ولهم ولوليداتهم. كنظن بان ما نكونوش كنشكرهم على هذه الاستضافه، واخا هي استضافه قصيره ولكن عندها طابع خاص، وهو كنعرفوا بان المغربي دائما كيعرف كيرحب من الشيام ديالو هو حسن الاستقبال. كنظن بان المغاربه اينما حلتوا من لا في الامريكان لا في فرنسا لا هذيك المغاربه كيبقاو ديما مغاربه. وعاش الشعار ديالنا الله الوطن الملك. الشعار ديالنا الله الوطن الملك. احنا بدورنا كنشكروا السي سعيد عميد فريق الرجاء البيضاوي، ذكرناه في ديك المقابله هذه، ولاعب دولي وتبارك الله عليه، لاعب انيق عطى كثير الكره المغربيه. شكرا جزيلا وكنتمنوا لك ايام سعيده في بروكسل. شكرا جزيلا. العفو.
واحد المره جا لواحد الفرقه ديال سكوتلاندا هذا عاد كنلعبو كونترا مع واحد الفرقه ديال سكوتلاندا تسجل اليوم هذا واحد اللي بغيتني في حياتي هو الوحيد اللي بغيتني في حياتي هو حسن رجاك واحد اللي بغيتني وتقلقت وعلمتني قال لي ما كنقلق من عندك واحد المعلم ودازت الوقت ولينا مدربين ومشينا الرين كاين كيسمو واحد الفيلا ديالنا وكار الله كاين دينا الجينيو اللي كادي انا وكار الله كان جمال سعيد ديريكتور سبورتيف ومحمد بخير ديريكتور تكنيك ومشينا كان يوسف روتي كيلعب فريد وقال لي يوسف نديك عند واحد السيد تيموف دينا القناه كيسمو الفيلا ديالي